السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني صلاح المجتمع وحنقبل الله بينا مانتا حديث كوي صدن الحديث 31 عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه. صحابي عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه الله كرر النقد قال وحوري بايعنا وحان كله شيني بايعنا وحن كله شيني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على السمع اسمقل يا وطاعتي ان اطيعنا في العسر مركو عليس تيرو يا واليسر مركو فضي تيرو والمنشطي مركي فرفرعوني اي تيرتو يا والمكره وحي لديد يا مركا الاكراهي فرفرعوني يا مركا مكري يا وعلى اثارة سدبرسي علينا كركنغا على أثارة سدبرسي وحوي ما يحوينيه دتكي وقول لحيه ما لحظة أمرك وقلك هرمريه وحكسي وحواليها كده حيوي وعلى أثارة سدبرسي علينا كركنغا هدينا لغا سدبرسي ده أيان كلام كله شينون كلام وايعوني وحاكلو كلام وعاني بيري وعلى ألا ننازع إنا ننكل الدودين الأمر ما لحظي أهله إلك وها أنا أدرك ما لحظة إن أنا كل الدودين ما ملكي حكمك إن أنا كل الدودين ولا ننازع إن أنا كل الدودين الأمر أي الولاية ولاية أهل ودتك إلك وهاي هي مركا إنت أنا لقى صور إلا أن تروا إن أتكو أركتان ما لحظي كفرا قال نمو بواحا أو عد بواحا أي واضحا عد عندكم أكتين إن إغاهاتا قال لماذا عد الله أكتي نجاها من الله الله حقي تعالى الله سره فيه كفر قاعد كده هيسا برهان حجة عد الله أكتي نجاه وحكروا مركا رسوله وعلى وعلى أن من سعيد وعلى أن وعلى أن نقول إن حق نرى وعلى الله نقول وعلى أن نقول إن نرى بالحق حقا أينما كنا ملك استو انشوغنو لا نخاف أن نكعب سنين في الله ألا في شأن الله لومة لائم مد قال لم يدقلك رواه البخاري ومسلم برك حديث محكاه الله يا بي عادي النبي عليه الصلاة والسلام بعنا بيعة العقبة أي نبي صحابة الله قالين وحيابي أي كله الشيين أي كميتة هاي صحابي قلنا برك حديث كان حديث قدم بيابا أسقى ورني تاسونة المامة يا مر أدان قلنا الحديث 31 حديث قوي سودا عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وحي بايعنا وحن كل مبايعنا كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع اسمقل انا اسمقل لو ددك كلا دنبيو وطاعه صديعت في العسر قليس مركو جيره يو واليسر فضيد انا هين ما خيل انا ضيعنا والمنشط والمنشطي في فرعوني مركي جتيو والمكره ديدمي كراه مركي جرت مكره واحد كرهيس هي وعلى اثاره سدبرسي هدينا لغا سدبرسدو علينا انغا كركنغا وحن قالوا كل مبايعون وعلى ألا ننازع الأمر أمرك يا ولايدي يا ملاحظي إن أنا كل مر من أهله دتك أهلك وألا ننازع إن أنا كبحن ومرك أن كعنت كلبحن وأن معناها كهر يمنن الأمر أي معناها ولايد ما ملكي ملاحظي أهله ولدتك أهلك إلا أن تروا بيرجوك إن أتكو أركتان كفرا قال نمو بواحا أو عد عندكم ألا أكتيني غاهت عندك تؤكتيني غاهت من الله ألا حقي تعالى الله سر فيه كاجده سبرهان حجعد وعلى أن نقول وعن قالوا قوموا يعنب النبي وعلى أن نقول وعن النبي قال لما نعنى على أن نقول إنا نرهن بالحق حقا أينما كنا ملك ستون تشوغنو لا نخاف أن ننكعب سنين في الله ألا في الله ألا شان ديس يدين ديس لو ما تلاقي من الدقالن دقالنك مرك حديثك وعت الماما يا حق هذا مرق الشيء سوح الرواع معناها ادعو بالحكمة والموعدة الحسنة تيو قفك ما لحظون العابينين يو ست ترتيبة يوم حلوه الشيء يتاس وهي حديث هكذا سعون حديث كل حقا الحديث الثاني والثلاثون حديث كسودا الله عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه أيضا مرلبات لقول نقي قال وحو ربايعنا وحن كل مبايعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على الله تشركوا إنا أشركين بالله ألا شيئا شيء وحب إن عدل الله وذا جنين وكو ولا تسرقوا إن حد ولا تزنوا إن زنا يسنن ولا تقتلوا إن لين أولادكم أبتكين ولا تأتوا إن لإيمان ببهتان بين أبور
تفترين واد كو بين ابونيسان كو بين ابورانيسان بين ايديكم وارجلكم لبدا القعمود دخدود اي وارجلكم لبدا لغود دخدود ولا تعصوني اني نعاسين في معروف شيء معروف اني نعاسي ولا تعصوني اني نعاسي في معروف شيء معروف مركز الرسول كو خوري فمن قف وفى اوفيه ومنكم اذا كمذا انت الله سو شيغي اوفيه فاجره اجر يوسف على الله الا كركيب وهذه رواتك بعد الجن له فاجره اجر يوسف على الله بعد ومن اصاب قفك كدعو كاسبا من ذلك كو الله سو شيغي شيء عن شيء فاخذ الله قبت به كا دنبغا او غل في دي ادويد او عقابتي اي ما رت حد لغا اوفيه فهو كاسي حد لغا اوفيه له قفك لغا اوفيه كفارة النقم يدم داف هي وطهور طاهر نمو أي النقم نساء قف كأدون كنتي الواركو حد لقوه فيه ومن ستره الله قف إلهي سأستري فذلك كاسي أسترك إلهي أستري إلى الله إلا حقيب وهذه إن شاء الله دو دون مركي آخر الله تقو أذبه وعذابي وإن شاء الله دو دوننا غفر له وأدم دافيا رواه البخاري ومسلم بالحديث أنه قال لي إسأجر مواجعين كي ونبي جمارته يلقى له أصحابه وترمامي أدم قعلنا على الحديث الثاني والثلاثون حديث وضن يلاه عن عباد بن صامت رضي الله تعالى عنه أيضا مرلوات قال عباد وحول بايعنا وحن كله الشيء نكوك عن قادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على الله تشركوا إننا شرك لو ذا جنون الشرك والسمين بالله لا شيء شيء على الله تشركوا إننا بالله لا وحول لو ذا جنون شيء شيء وشركه إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا تسرقوا إنينا واحد ولا تزنوا إنينا زني سن ولا تقتلوا إنينا لين أولادكم أبتكين خشية من العنى آيات كلا وكاية قرآن كاية ولا تأتوا إنينا الله إبان ببهتان بين أبور تفترين واتكوا بين أبورنا إسان بين أيديكم وأرجلكم لبدي إن قعبادي يلا بضل اللي وضح ضوضة ومركا علمه أما عدي مثلا قبرد ينتهي معرت علمه زني وحنتهي دعوني غيركو أو أبترسو ولا تعصوني هاي وعاسي هاي معنى عاسينا في معروف شيء معروفة فمن وفى قفكي أوفي أو منكم إذن كم إذا أنت عن سوى الشيء نو قد يا رادة فأجر أجر إيسا على الله اللي كركبه هذه ومن أصاب قفكي كأسي من ذلك أنت على سوى الشيء شيء عن شيء فأخذ الله قبت به شيء قاسي في الدنيا أدوية فهو قفك الله قبت له شيء قاسي كفارة كفارة النقنية وطهورا دم الدفن ومن ستره الله قفك الله أستره فلذلك كاس إلى الله يلا حق دم بقاس إلهي ودون قاستره إن شاء هدو دون الله عذبه وعذابيا وإن شاء هدو دون غفر له وودع لافيا رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث والثلاثون حديث صدن يصدع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر كل صلاة ما حبنك كستا حبن كستا كل صلاة ما حبن كستا ومن الناس ذاتك حبن هذا كمدها عليه حبين تكرك هذا واحد صدقة صدقه صدح بغلي اللحد الحمنوت أي يقف وجرك يسكوك وبين كل يوم مالين كستا حبين تكرك هذا واحد كل يوم مالين كستا تطلع ويكوس وبحيس فيه حبين تكرك هذا الشمس قرحه صدقة كوهانس مرقاس الرسول وحي تري تري وحيابة صدقة دي كمدة تعدل أما يعدل إنو عدالة سمي بين اثنين لوقف أو مرمي أو حكم أو يمد إنو عدالة كوكو لا حكمه صدقة صدقة يقف النقن ويعين طلبان وحاوي هدو كالمي الرجل قف على دابتي قاديد كيسي أما بابور كيسي وفيحمل أوسو قادة ألابتي عليها أمعنها بابور كدوشي سو قادة أو أما سيرفع أما فيحمل أوحن بار عليها يذكر كذا ألابتي وبابور كيسي أما قاديد كيسي أما قري وقليو أو أما سيرفع كرة أوسو قادة عليها متاع معناها ألابتاس متاعه متاع ديسة صدقة صدقة النقن وامر هذا قاضي يمر هذا دي ويسي سجي والكلمة الطيبة إري ونكسن أو ترى هذانا صدقة صدقة يكون نقن وكل خطوة طلابك استود يخطوها أو طلاب ستي للصلاة حق صلاة دنا صدقة صدقة يكون نقن ودل الطريق قفل سند ودل كنت استود استينا صدقة صدقة وي ويميط الأذى وحدتك لما يتكزو لسود كل الحسو عن الطريق وددنا صدقة صدقة وي برك حديث كان عطر ماميا صباح والبمح ابنها صدح بغولي لحذنك صدقة إن لقربه صدقة دي مركة ماها ومركة معناها قيبها نا مركة وطريقة النبي كمدا لكن حديث كان عروا يسي كمدا من قيب كمدا
ويكفي كذلك ركعتين لو ركعه تقتو الضحيه وكن النبي عليه الصلاه والسلام تلمامي مركا ان كعلينا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث صدني صدق قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاه ما حبين كستو من الناس ددك كمده عليه حبين تكرك صدقه صدقه دعاتي كل يوم من مال والبا تطلع واي كسو بحيس فيه حبين تقديه الشمس وقرحده اي كسو دول بحيسو يعدل انه عداله سمي بين اثنين لا وقف صدقه صدقه نكون قفكي ويعين الرجل على دابته قفك او كلميس دابتي سجادتي سكر كذا او فيحمل هو حمبار عليها على الدابه دابه ذكر كذا على بت اوساره او اما سيرفع كره او سو قال عليها على الدابه دابه ذكر كذا متاعه متاع ديسي صدقه متاع ولابتيسي صدقه صدقه ونقن والكلمه الطيبه اري وناكسن قد كو هذا شتي القران بقولوا للناس حسنا وها إله ولها والكلمة الطيبة حري ولكن صدقة صدقة يكون نقل وكل خطوة تلابك استود يخطوها وتلاب ستي إلى الصلاة صلاة صدقة صدقة يكون نقل ودل الطريق وددي أو تسقف صدقة صدقة يكون نقل قف قنسان أو تلمانتو صدقة يكون نقل ويميت الأذى وحيد بيوت كل حسود كزول عن الطريق وددنا صدقة صدقة يكون نقل الحديث 34 حديث كسودن يافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحي الحديث وحكاه له ودوين عذاب تودا إياكم بمعنى احذروا كدكتون هذا إياكم يدينك يا والجلوس إن الفريستان في الطرقات ودوين رواتك لو حتى في السعادات فقال وحدا يا رسول الله رسول قال له ما لنا نوماها نبد كمن مارن من مجالسنا مجالس تاس ودوين كهرير هذا إن الفريستان كمن مارن sababti bay sheegeen waxa dheena tahaddathu waan ku sheekaysana fiha meesha wadooyinka hareeraha fadhiisanayno waan ku sheekaysana faqala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri faida abaytum hadaa diidan illa almajlisa inad wadooyinka hareeraha fadhiisataan mooyeen faadu waxad siisan at-tariqa wadadi haqqahu haqqiisa sariya wadad haqqan siya qalu saxaabadu waxa dheer radwanullaahi alayhim wama haqqu at-tariqa ya rasuulullaah wama haqqu at-tariq وضد حق هذا محيط يا رسول الله رسولك قال له قال مرك رسولك حق الطريق وعكمده غض البصر ان دها والله بتو لان ودد فديده ودد كمريو روح ولب ان دها لا راعن ري دمر طلبات وكف الاداء وكف الاداء دبكا ان ددك كريبتو صدح ورد السلام سلامته ودك قاد عيدي كو سلامته افر وامر بالمعروف ان اد وانا ددك امرته هدا انا امر ددك مريا شن والنهي عن المنكر ومانتا او اد ريبتو رواه البخاري ومسلم حديث كان مركو وكا هادليا سومالي سبب بدن تي هادا ودوينكي مخايده هريره لا فديو ادابتا اي لهدهي بو كا هادليا نبي عليه الصلاه والسلام مركا صحابدنا مين ديدين معناه وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم ويان ومركا اي نبي او ييري ماركتي ها فديسنين او كدكتوناد يا دين رسول الله كان مارنو وان مركا وان كو شيكايسنا دو مجالس ان سوغو نيمادنو ان سوغو سو اورورو مارتا ان اسكو معناه دغسنا وي markaas uu nabigu wuxuu markaa hadaba xaq aad siiyay hadaan ku celinaa nabi saciid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam rasuul qaal wuxuu yiri iyakum halka ficil baa u qadaran oo xidheer uu ka digtoonaad iyakum idinka iyo wal julus fariis fi turqaat wa doyin gudahooda aad fariisataan fa qaal wuxuu dhayn rasuulullaahi rasuul qaal ma lana nooma ahan budun kamaran min majalisina majalistan aan fariisano kama marno natahaddathu wa ku sheekaysana fiha fil majalis majalis gudahooda fa qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuul wuxuu yiri فإذا أبيتم هذا ديدين إلا المجلس إن الفريستان والموين فعدوا سيء الطريقة طريقة حق وحق السيء قالوا حدهم وما حق الطريق يا رسول الله طريق حق النوليه قال عليه الصلاة والسلام حول غض البصر إن ده هذا الله وقل للمؤمنين يغضوا هاي سورة النور ومعناها غض البصر أركتد هذا الله وكف الأذى دبك كره وضدك ورد السلام سلام تكرر دعيك وسلام والأمر بالمعروف إذاك وناك أمر والنهي عن المنكر منكر كان خير الحديث 35 حديث كسودان يشن أنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نبا سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيو ويدي أي الإسلام خير إسلام كم حاو وناكسا قال وحور تطعم إن تقوس أطعام عنتدي وقفك مارة باهن مسكين كأباهن إن تقوسه وتقرأ السلام سلامتنا إن تقارسيسه على من قفكرك عرفت أد قرنيسو يا ومن مد لم تعرف أد قرني قفك مسلم هداد وقرنتو إن أد سلامتو أي حديثك مركة تصيا مركة رواه البخاري ومسلم مركة حديثك عدو سرا إن مركة سلامتي
oo qofku marka salaama tudcimu الطعام cuntadii ood qofka quudiso ood siiso oo masaakiintii wixii lamida iyo wataqra السلام salaamta inaad maaragtay gaarsiiso calaa man qof korkii carafta aad garanaysa iyo waman lam tacrif iyo qof aadan garanaynin marka marka hal mar aan ku soo celina marka alxadiisu alxaadi wathalaatuun xadiiska kow iyo soddon عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان كليش على السمع مقل والطاعة طاعه في العسر عليس واليسر فضيد والمنشط في الفرعون والمكره ومنها كراهة أهان وعلى أثرة سبورس علينا كرك النجا وعلى ألا ننازع إن ننكلمر من الأمر أي الولاد ما لحد أهل ودك أهل كورا إلا أن تروا إن تواركتان برسولك جميعين كفرا قالنه بواحا أو عد عندكم أكتين إن إله هذا من الله لحق تعالى الله سره فيه كفر جاس قدي سبرهان حجه وعلى أن نقول إنا نرانا بالحق حقا أينما كنا ملك ستون شوغنا لا نخاف في الله ألا أن نغب غيني لو ما تلايمين مدنا لدقى الله مدقى لك وعن عمات المسلمات رضي الله تعالى عنه أيضا مرلبات قال وحور بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وحن قوله شيني معناها كلهم مبايعون على الله تشركوا إننا وحلو ذا جنين بالله الله شيئا ولا تسرقوا إننا أحد ولا تزنوا إننا زنيسين ولا تقتلوا أولادكم عرورتين إننا ندلين ولا تأتوا إننا ليما ببهتان بين أبور تفترون واتكوا بين أبو نيسان بين أيديكم لبدينا الوضح ذوضا إلا بدك عم وضح ذوضا وأرجولكم لبدينا الوضح ذوضا ولا تعصونها عاسين في معروف ولا تعصونها وعاسين في معروف شيء وناغ معروف قديه فمن وفى قفك وفيه منكم إذن كي إذن كمذا فأجروا أجروا إيسا على الله إلا كركي وهذا ومن أصاب من الله الشيئا قفك الدنبي هذا سلسوا الشيئا وحكا قدعا فأخذ الله قبط به الدنبي في الدنيا قدي هذا الله قبط فهو كاس الله قبط له إيسا كفارة كفار النقنية وطهور دنبي داف ومن ستره الله قفك وأسر الدنبي وإنتو قال الدنبي هذا فلذلك كاس إلى الله إلا حقي وإهاتي إن شاهدوا الله دون عذبه وعذابه وإن شاهدوا دونه غفره ودم دافي رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث والثلاثون حديث صد إيه صدح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كل السلام وحبينك السوء من الناس ضدك مذا عليك وركاذ وحاتي صدقة صدقه كل يوم من مال والبوي تطلع عقص وضل بحيس فيه مال انت قدي هذا الشمس وقرح ذو أما فيه حب انت قدي هذا الشمس وقرح يعدل أدال عدالة سميس بين اثنين لبو صدقة صدقة يكون نقل ويعين الرجل نن أذكى المس على دابتي دابتي سكر كذا أم بابوركي فيحمله وصاحم بار عليها على دابتة كر كذا أم بابورك ولابت وصاره أو أم سيرفع وصاق عليها على دابتي دابتة كر كذا متاعه ألابتي سي صدقة صدقة يكون نقل والكلمة الطيبة أري ونعكسنا تكون هذا شأن صدقة يكون نقل وكل خطوة تلابك استود يخطوها أذو طلاب ستايل الصلاة دي صلاة حاجة ذا صدقة ثم يكون نقل ودل الطريق وضد تسيس قفر سنة صدقة صدقة يكون نقل ويميت الأدى وحين تكل عسود كزو لسوا حد ضد كذبة يقضح يدعح يضلئي عن الطريق وضد كل عسنة صدقة صدقة يكون نقل هذا الحديث الرابع والثلاثون حديث كصدى يفر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قال وحور إياكم بحن إني قد جيها والجلوس إن الفريستان في الطرقات والدوينك فقال وحده يا رسول الله يا رسولك الله ما لنا نومها نبد كمارا من مجالسنا مجالستان أن فريسنا إنه كما مارا نتحدث ونكشاكسنا فيها مجالس قده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري فإذا أبيتم هداد ديدين إلا المجلس إن الفريسان تان ودوينك موينة فأعدوا سيئة الطريقة وضد حق وحق السيئة قال وحده وما حق الطريق يا رسول الله طريق محقق ليه قال وحول رسولك عليه الصلاة والسلام غض البصر عندها قلابه وكف الأذى دبك عن ضدك كرهابه ورد السلام قفك السلام سلام تكردي والأمر بالمعروف وناج أمر ضدك والنهي عن المنكر حمان تنكرب الحديث الخامس والثلاثون حديث وجدا يعني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى نبي ويديه أي الإسلام خير إسلامكم حاو خير بدن وخير بدن قال تطعم الطعام إن تقودسو قفك مساكين تباهن تاسا أو خير بدن وتقرأ السلام سلامتا إن تقارسيسو سلامتو على من متكركي عرفت آت قرانيسو إيا ومن مت لم تعرف آذن قرانيني رواه البخاري ومسلم هل قاسم قدل استاذ دونا وجزاكم الله سنستمع عليكم السلام عليكم